كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نحن هاي الصراعات كثانة منها، كثانة من ذلك الصراعات، وكثانة من هذه الصراعات اللي خاوية ما عندها نتيجة. نحن كأجيال ضحينا في صراعات مخيمات تندوف، النتيجة ما جبرناها. إلين جينا المملكة المغربية حق عنك ما نكلي تجبر الورود مفرشة لك هنا، لا بد لك تخدم، ولا بد لك تناضل، ولا بد لك كذا، غير تحس بعد عنك في أرضك الأم، وتحس عنك في بلدك، وتحس عنك رجعت لك قيمتك في بلدك. وهذا هو، هذا هو ظني أنا، والله أعلم. ولا نقدوا أنتم محاسبين روسنا على شمل العصابات اللي تبيع فينا. تشريكي قال لكم الراجل يبيعوا في نواكشوط معدين تروباتهم في النيجر وفي مالي وفي إسبانيا وفي أوروبا، وباركين بينا نحن فن في المخيمات، ويقسموا علينا شي مساعدات. ومن هذا المنبر نطلب جميع المواطنين اللي فما مغاربة، راهم خوتكم، راكم خوتنا وهن، تعالوا لأرضكم وتعالوا عيشوا وتعالوا ناقشوا وتعالوا قروا تركتكم واندمجوا في هاي الحياة. هاي المملكة راهي فيها ياسم الخير وفيها ياسر، حد ناوي الخير يدور الخير وحد ناوي الشر يدور الشر. والسلام عليكم ورحمة الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.